إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمنصب والرجوع على مدبر البلاء والوباء والمرض والألم اسمه الطاهر المطهر معظم المنور من اسمه المكتوب المرفوع موضوع على اللفظ والبدن شفع الدعاء التجار والجهود مثله الغلام سيد الكونين شفع سبيلنا القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والأنساب بن أبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشركون أليكم بجماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب الخاتم لما سبقنا سبحانه الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى ربي سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته إلى ربي سيدنا إمام الهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسادتنا علي بن وسادتنا صفية من مشارق الأرض إلى مغربها وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحشد القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى ربي سيدنا إمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن السلام بن محمد مولى الله وإلى الحبيب عمر المختار ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر شكرا وإلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر علي درس على الدني ثم إلى الحبيب محمد بن حسن جمال الأسلام أنت إلى الأخير علي بن سالم وإلى الحبيب عبد الرحمن الأتاس الشيخ عبد الله براس وأزواجه وأصوله وفروعهم ثم إلى نبي سيدنا قطب الإرشاد وغوص العيب الباب إلى صاحب الراتب حبيب عبد الله بن علي الحدث وإلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الأشي وأصوله وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وإلى الحبيب أبو بكر عبد الله على التاس وإلى الحبيب أحمد بن زين الهبشي وإلى الحبيب أحمد بن حسن سنة البحر وإلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وإلى الحبيب حسين بن أبو بكر علي تروس وإلى الحبيب عبد الله بن محسن على التاس وإلى الحبيب محسن بن عبد الله على التاس وإلى الحبيب محمد بن أبي أزواجه وأصوله وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد عمر الله وإلى الحبيب صالح بن محمد المقدار وإلى الحبيب علي بن محمد المقدار ثم إلى الحبيب محمد بن إدريس الأبشي وإلى الحبيب محمد بن حسين الأدريس ورسوله وفروعهم ثم إلى الحبيب صالح بن موسى الحبيب وإلى الحبيب جعفر بن شيخ السلف وإلى الحبيب علي بن علي بن محمد بن حسين الأبشي ورسولهم وفروعهم وثلاث كيان مجمعين ثم إلى الواهي جميع أولياء الشهداء الصالحين والدعاة المخلصين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والقراء والمفسرين والمحدثين والمحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ورسلهم وفروعهم وصوصا إلى رفيق ما كتب إلى رفيق سنة إلى رفيق يوم يصل الكرة إلى رفيق تكسر إلى رفيق يرعى مسلم وأزواجهم ورسلهم وفروعهم صلى رفيق في عبد الرحمن رفيق شيخات المكرمة وأهلها تمسك إلى رفيق شيخنا يسأل العلماء إلى رفيق شيخنا كيف إمام متكل إلى رفيق إمام مسلم متكل وأزواجهم ورسلهم وفروعهم وأتركوك عليهم أجمعين ثم إلى رواقي جميع أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا دروك سبيل الظهور juga mencari Islam sahabat wilayah sahabat makam kelurahan Tamdan wa azmanjihi wa usulihi wa furuhi sumai narwahi ingkan wakaf tanah masjid serta masjid taqwa wa azmanjihi wa usulihi wa furuhi wa zalbuki alaihi majma'in an Allah yang firlahum wa yarhamuhum wa yuhni dan biadil jannah wa yarfau nabihim wa biasrarihim wa nubanihim wa umumihim wa nabahati binti wa dunia wa akhirah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
Ya dal jalali wal ikram nizna ala dinil islam ya dal jalali
الجلال والإكرام مرنا على دين الإسلام يا رب الجلال والإكرام مرنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المضلين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المضلين أصلح الله مسلمين صرف الله شر المضلين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم لا إله إلا الله لا إله إلا
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi
الفاتحة المعظمات والسبع المثانيات أن تفضلنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك يا مولانا من أهل الخير وأن تحفظنا في أديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سرنا وعافينا وارفع عنا كلنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا وارفع عنا كلنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا وارفع عنا كلنا حيث كنا يا خبير بخلق كتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلق يا عليم بخلق يا خبير بخلق كتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلق يا عليم بخلق يا خبير بخلق وتوفينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يسأل وتوفينا فيما نسأل إنك لطيف لم تسأل وتوفينا والمسلمين يا لطيف لم يسأل وتوفينا فيما نسأل إنك يا لطيف لم يسأل وتوفينا فيما نسأل إنك لطيف لم تسأل وتوفينا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله لحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله لحسن الخاتمة يا الله بها Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Shiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada saudara kita, kerabat-kerabat kita, family kita, teman-teman dekat kita, mubillahi wa ta'ingkan Nabi datang gerah, mugi-mugi Allah beri kesabaran, Allah angkat penyakit ibu diberikan kesehatan saraf, semangat ini yang banyak ini dan syarat menjadi kembali ya Allah Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.